اسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحيه الابراج كالمعتاد، البدايه من الحمل حتى الحوت. اليوم الحمل يحصل على امور ما كان يتوقع، وربما يربك شؤونه الحياتيه والمهنيه، ولكن يكون استعداده لمواجهه الازمات، وكل طارئ هو دائما على اهبه الاستعداد. طبعا العاطفه راح تحاول انه تستفيد من العلاقات القويه حتى تصبح اكثر متانه وعاطفه، وقد تكبر الأحلام وتنمو معها الروابط حتى تمتد وتشتد صلابة المواقف اللي أنت دائما تمر بها. والصحة إياك والتراجع عن القرار المتعلق باتباع حمية صحية غذائية صحيحة. الخاسر الأكبر راح تكون أنت إذا تخاذلت وتركت هذا النظام الغذائي الجديد اللي لاحظت مؤخرا أنه بدأ جسمك يعني يتماثل إليه. مولود الثور تتلخص من بعض الأمور، ربما لك تلخيص محدد لقضايا محددة حاولت أنه تتخلص منعتها، لكن المشكلة أعاقت الكثير من أعمالك. عليك أنه تتخذ قرارات مصيرية حاسمة تجاه هذه الأوضاع اللي تعتقد أنه بديت أنه توصل إلى منطقة أو أمور حاسمة. العاطفة تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سرية متبوح بها طبعا لأحد، واللي تحاول أنه تثق بهم راح يكون محل ثقة أو ثقة عمياء. حاول أنه تنتبه إلى هذه القضية. الصحة اليوم تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجه من مشكلات يومية، لكن أنت متفائل جدا رغم هذا الطارئ أو هذه الأمور الصعبة اللي تكون في حياتك. مولود الجوزاء راح يبشرك طبعا هذا اليوم بالخير والأمور الإيجابية، وربما تتواصل مع الزملاء بصورة إيجابية. راح تحاول أنه ترتفع من شعبيتك ويؤدي أو تؤدي مخيلتك دور إيجابي في خلق بعض الفرص اللي كنت تنتظرها مؤخرا. طبعا العاطفة يمكن تأخذ احتياجاتك، وربما هناك احتياطات من تفجير وضع عاطفي راح تحاول إثارة غيرة طبعا الشريك أو إصابته. هو ما يحاول أنه يعني يثيرك أو ربما يشاكل بعض الأمور معك، لكن حاول أنه تكون أكثر صبر معه وما تفقد صوابك وتوازنك معه. مؤخرا أصبح جدا حساس وجدا رقرق. طبعا الصحة لا تحاول أنه تجازف في أي مجال، لأن التهور قد يقودك إلى متاعب صحية وحوادث مؤسفة. طبعا أيها المولود مولود السرطان، اليوم وجود القمر في برج طبعا الميزان والشمس في برج الجدي راح يكون يعقد أو يحاول أنه يرفع أي تعقيد لبعض المفاوضات ويجعلك أكثر تشبث بموقفك وأفكارك اللي كنت مسيطر عليها أو ربما تفرضها. والعاطفة يخفف الوهج السابق كل الاحتمالات والتسهيلات، وربما يركز أو تركز الاهتمامات على قضية طارئة قد تسبب لك الأرق، وربما تخيفك شوية أو تتركك في يعني حالة من القلق. حاول أنه تسيطر على مخيلتك. والصحة خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة طبعا التلفاز أو الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة، لأنها ساعات مضنية جدا، وربما تنتبه إلى جانب المفاصل أو العظام اللي مؤخرا بدأت تبدي عندك. طبعا إذا تحدثنا عن الأسد يوفر طبعا لك محيط مهني وأجواء إيجابية جدا كبيرة ولقاءات حارة، وربما تؤمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب. طبعا تحظى بنجاح جدا كبير على كل الصعد، وأنت من الأشخاص اللي طبعا عانيت أو ربما حسيت أنه ما كان أحد يفهمك في السابق، لكن هذه المرحلة مرحلة من سم والطاعة. العاطفة جو دافئ ورومانسي في حياتك العاطفية، تحاول استغلال هذا الأمر حتى تمضي أجمل الأوقات برفقة الشريك. وإذا تحدثنا عن الصحة، الانتباه إلى نوعية طبعا الأطعمة جدا مهمة هذه الفترة أيها المولود، حتى تخفف من المشروبات والمسكرات وغيرها من الأمور اللي ربما تركت آثار جدا سلبية مؤخرا معك. ونتحدث عن مولود العذراء، العذراء راح تحاول أنه تمتلك من الحكمة والمسؤولية ما يجعلك قادر على طبعا إدارة طبعا الأمور بطريقة جدا إيجابية والوصول إلى ما تريده، وربما تتمتع بإعجاب الجميع في العمل حتى تقدم الخدمات اللازمة، وربما تحاول أنه تقدمها بحب وإتقان، وهذا الكل راح يلاحظ هذه الموضوع.
طبعا العاطفة على الرغم من ظهور اللامبالاة إلى أنك تتميز بامتلاك المشاعر العميقة بداخلك، ما يجعلك قادر طبعا على إسعاد الجميع وخصوصا شريك الحياة من جهة أخرى، وتقديم الدعم والاهتمام لأنه مؤخرا أصبح جدا يهتم لأمورك والصحة. تحتاج إلى الراحة والهدوء، أنت تتعرض للضغوط وربما الجهود، طبعا المجهود العالي. راح ننصحك في سر أنه تسرق وقت حتى تحافظ على لياقتك وصحتك وذهنك حاضر معك. الرعاية المطلوبة جدا مهمة في هذه الأوقات بالذات. مرود الميزان بانتظارك المشاريع الجديدة، تحقيق مكاسب كبيرة، ويشير هذا اليوم طبعا قدرات خلاقة جدا توظفها في المكان المناسب، وربما تبدع كثيرا في مجال الإعلام أو التصوير أو إدارة مطاعم أو فنادق وما شاكل ذلك. العاطفة تعيش حالة خاصة من الأحاسيس والمشاعر اللي يمكن تاخذك إلى عالم الحب الحقيقي، وأنت اليوم جدا متفهم حالة الانسجام مع الشريك وتبادر نفس الشعور، ولكن هناك خطوات محسوبة ربما أنت يعني تاركها في بالك. طبعا الصحة راح تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن أن الانتباه لنوعية طبعا طعامك وكميته في وقت المساء جدا مهم، لأنك تأكل فقط في فترة المساء وهذا ما يجعلك في منطقة القولون أو القولون العصبي هذه الأمور صعبة. مولود العقرب راح تسافر وربما تشارك في حملة أو ربما ورشة عمل باستطاعتك إحراز تقدم في العمل. طبعا هاي العشرية الأولى شوية تكون بها توقفات، لكن سرعان ما تبدأ العشرية الثانية راح تكون مناسبة لاختيار مواضيع جديدة تثير اهتمامك والعاطفة. اليوم الشريك بحاجة إلى حبك وحنانك، راح تكون رقيق وإيجابي في أمر يمكن يطرح عليك حول ضرورة الابتعاد عن المظاهر يمكن الفارغة، والانتباه والاهتمام بالجوهر هو الأهم. الصحة من ما يحاول أن يوقف في وجهك شيء، قراراتك للبدء باتباع طبعا حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد في الوقت المناسب، هذا هو أفضل الأمور والحلول لهذا المولود. وإذا تحدثنا عن القوس تتلقى سيلا من الاتصالات الداعمة لمشاريع أو مشاريعك البناءة، راح تستفيد من هذا لفتح طبعا صفحة جديدة في حياتك المهنية. مع العاطفة راح تحاول أنه تتقاسم مع الشريك اهتمامات مشتركة، وربما تنجحون في تحقيق هدف جدا مهم يحسن أو يحاول أنه يحسن لكم، وتكون هي أفضل الأمور الاجتماعية، وتعيش وضع اجتماعي ناجح وأحداث مفرحة راح تترك آثارها على وجهك دائما، وتكون أنت من السعداء. وإذا تحدثنا طبعا عن الصحة راح تحاول أنه تستعين ببعض المجلات للموضة وبعض الأمور للديزاينر، وأيضا هناك مجالات ربما راح تعاني بشأن أطباق وإرشادات أو إعداد شيء للأكل في ما يتبع نظامك، وكيف ممكن أنه تراعي هذه الأمور. أخصائيين الصحة وأيضا مجال الموديل هذه السنة هي من أبرز الأشياء اللي راح تمتاز بها أيها المولود. وإذا تحدثنا عن مسألة الجدي اليوم، ما ننصحك بأخذ إجازة، أنت مطالب بأداء الكثير من الأعمال وطلبها حاليا قد يعيد أمور من المسؤوليات من قبل أرباب العمل. حاول أنه ما تتهرب من عندها وأنه تضعها في حسبانك، لأنه هي من أهم الأشياء اللي ممكن أنه تتلخص في القادم. والروتين مع العاطفة راح تشكو من الملل، وهذا هو يناسب علاقتك طبعا الحاضرة على الإطلاق، ما تشعر هنالك متعة في الحياة أو هناك شيء جديد، لكن طبعا تحاول أنه تترك هذه المرحلة وتبدي مرحلة جديدة. حاول أنه تسلي نفسك ببعض ما كنت أنت راسمنا من مشاريع جديدة، ولكن الصحة تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك راح تشغل بالك وأثير قلق ربما في داخلك، لكن سرعان ما تزول هذه النقمة لا سمح الله. والدلو أخيرا راح ترتاح لفرص حوارية راح تحاول أنه توضح بها بعض الأفكار أيها المولود. سريعا حول أمور ربما كنت أنت تجهلها مؤخرا وموافقات وربما وجهات نظرك، أنت اليوم محط اهتمام ودعم، حاول أن تقترب ممن تحب وتثق وابدأ بحل التعقيدات والمشاكل الموجودة
طبعا العاطفة راح تشابه أو ربما هنالك تشابه بين الأطراف أو الطرف الآخر الشديد معك في الكثير من الأمور اللي أنت اليوم تحاول أنه تترك نقطة في بحر من بقية الأمور اللي تعتقد أنها في مصلحتك. أنت اليوم أيها المولود تتخيل أحيانا أنه يمكن هناك تنافر بين الشخصيات المتشابهة، لأنه مثل ما المغناطيس يتنافر مع غيره، هذا هو الدور اللي أنت بديت مؤخرا ترسمه لبعض التفاصيل تحاول أنه تتخلص منها. لكن الصحة، أجواء العمل الضاغطة ما راح تكون عامل أساسي في تزايد الضغوط على حياتك الصحية. أما أخيرا مولود الحوت، معنا يكون المهنية النجاح حليفك القوي في كل الخطوات هذه السنة أيها المولود. طبعا المشاريع اللي ربما تحاول أنه تقدم عليها راح تكون على موعد مع فوز كاسح راح يفاجئ الجميع أيها المولود، والعاطفة راح تساورك شكوك في غير محلها طبعا حول تصرفات الشريك، وربما تحاول أن تجد لها حلول مناسبة تريح أعصابك وربما تتركك في حالة جدا إيجابية. والصحة، التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة يمكن هو أمر جدا إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي اللي ربما عانيت من عنده طويلا. أخيرا أنه هذه السنة أو هذا بداية سنة 21 راح تكون بداية بشرة وخير عليك أيها المولود، أنت من المواليد المحظوظة في بداية هذا العام. مشاهدينا الكرام، طبعا كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح، ننتقل وإياكم طبعا كالمعتاد إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم. ومعي أول اتصال هاتفي، راح أقول ألو. ألو ألو ألو، صباح الخير. ألو، صباح العافية ست معي. يا حبيبة قلبي تفضلي، مرحبا حبيبة شانس. يا قلبي أنت، أهلا وسهلا بيك. وياك إيناس من البصرة. إيناس من البصرة، شلونك؟ أهلا وسهلا إيناس. أيوه. شلونك إيناس؟ اي وياك إيناس من البصرة. يا أهلا وسهلا بيك إيناس، شلون هم أهل البصرة؟ حبيبتي سلام عليك. يا قليبي فدوى لعينك، سهل عليكم العافية إن شاء الله. أي عيني إيناس؟ يا عيني أنا محتاجتش كلش. أي يلا عيوني إلك تدللي. أنا حالتي كل صعبة، وشنو الأريدة كل صعبة، وما عندي حظ نهائياً. ها يعني وين أهلك؟ سوال؟ وين أهلك؟ شوي صوتك يقطع. إيناس إيناس إيناس، واخرج من التلفزيون واسمعيني من الهاتف حتى نفتهم عليك. أنا بعيدة عن التلفزيون. يلا كلش بعيدة. يلا حبيبتي يلا، شنو محتاجة قولي عيوني إلك. أقول لك أنا حالتي صعبة كلش. أي وشنو الأريدة صعبة علي، يعني ما جاي يصير لي نهائيا، يعني ما عندي حظ بالدنيا، مشاكل هو عندي. مشاكل مع منو؟ ويا كل الناس، ما أتوالف. طيب ويا منو عايشة أنتي؟ شلون؟ ويا منو أنتي عايشة؟ ويا أهلي. أهلك؟ ويا أهلي. تمام أوكي، هسا أنتي أي تاريخ ميلادك شنو بالضبط؟ 11/10. 11/10 أنتي؟ إي. تسمعيني إيناس؟ إيه أسمعك. تمام، مولودة الميزان أنت؟ إيه صحيح. وطالعك هو الزهرة، طبعك هو هوائي. إيه حفظيهم دول إيناس. إيه إيناس، طبعا إحنا نتحدث عن الطالع، الزهرة من أحسن الطوالع بالنسبة للمواليد، يعني اللي يكون الطالع عنده الزهرة يكون إنسان جدا موفق. معايا أنت زهراء إيناس؟ إيناس مع الأسف إيناس، عود الاتصال يا إيناس، احنا بانتظارك حبيبتي، ممكن انه نساعدك. تمام، يعني مشاهدينا الكرام تعرفون اللي طالع عنده يكون من طرف الزهرة او طرف المشتري، هذه النوازل او هذه الطوالع هي من افضل الطوالع بالنسبة للمواليد. وطبعا هنيئا لكل من عنده هو طالع يكون المشتري أو الزهرة، لأنها هي نوازل جدا إيجابية، نوازل ربما الفلك يفتقر هذا الشخص، ولكن يرجع يعني يرزق من جديد ويرجع أنه أموره جدا إيجابية، ولكن مع بعض المفاتيح الخاصة. إذا كانت هذه الأبراج شوي عكست معها ظهور فلك محدد، أو ربما تعاني من مشاكل اقتصادية، أو ربما مشاكل في محيط الأسرة وغيرها من هذه التفاصيل. عامة عود الاتصال بنا يا إيناس، ممكن أساعدك يا حبيبة قلبي. نعم، مع اتصال هاتفي آخر. ألو ألو ألو، صباحا. صباح الخير، تسمعي؟ يا مرحبا، صباح العافية. أنا هذا الصوت ما أدري وين سامعته.
لا شو ما سامعته. ما ادري وين سامعته، اقول ما ادري وين سامعته. حبيبتي ويوسف وياك. يا غلاتي يمميت هلا هلا ولا قولتن كشم يوسف وينك؟ الغالية والله. والله انتي الغالية، كل سنة انتي سالمة في الدول قلبك والله يا رب يحفظك حبيبة قلبك. احنا ما تعايدنا ويوسف. اي والله عام سعيد. اخاف سعيد الك كم بين قلبي الله يخليك. يا رب ان شاء الله. بالعراقية ايش قد حلو، عندنا لهجة نقول كل شيء وكل شيء. امين يا ربي. امين يا ربي. يعني على أمة محمد وعلى العالم الاسلامي ان شاء الله. يا ربي هذا العام يكون مميز عن بقية الاعوام، خصوصا 20 اللي عادتنا حيل 20 كلش اذتنا 20 والله. يسعدك يا سكري. شلونك في الدول وجهك حبايب انت. احنا شلون لازم تباوس على الجو. شلونك عيني شلون صحتك اخبارك؟ والله انت جد مشتاقه لي ثاني من العام شهري لا تتصل يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي انت يعني لا تتصورين فد يوم قطعت. لا ادري والله العظيم ادري، لانه قلبي من يقوم يدق هوايه اقول حبايبي على التليفون بس ما ادري يحصلهم حبيبي. خليني اقول لك شغله راح اطول عليك. كذا مره خابرت اسمع ده تحكي لي يعني اتصالات كذا دقيقه انتظر وينقطع الخط. يا حبيبتي يا حبيبتي ميوسف. واخر مره كنت اخر اتصال فقلت بعد بالي تحاولوا اتصال فدق قهرت قلت يلا سؤد علي. ليش هيك ميوسف؟ انا ادري بيك هيك اذا ما نطل برنامج بعد وقت وانت حاضره، بس ادري شلون ميوسف يعني هي خطوط احنا تبقى. شوفوا حتى انت وكل حبايبنا من يتابعون احنا الخطوط مفتوحه ويا كل الناس موجوده بعد ويانا. وانا كلش اسفه انه مو اخذ من وقت الاخرين، بس تدري خطيه الكل محتاجه انه تعرف اوضاعها واحوالها. ف يعني انا ايش قد احاول انه اختصر، لكن هي حاله تعرفين هي معاينه والكل انه خطيه ذا يتمنى انه بس يحصل وانه يحكي ويسولف، لكن يلا هي كل شيء ارزاق ميوسف. احنا يوم مرزوقين نسمع صوتك. الحمد لله الحمد لله قلبي والله ما تتخيلين جد مشتاقه اسمع صوتك يا قريباتي. انت لازم تجين البغداد، ترى لازم تجين البغداد. تعالي بغداد يلا ان شاء الله. والله ان شاء الله الله يكتب لنا يا ربي ان شاء الله. امين امين يا ربي. شكو ماكم يوسف سولفي لي. حبيبي حبيبي والله الحمد لله والشكر عايشي، بس سبحان الله اخر يوم من السنه لا يعني شهدت يعني سبحان الله وصلت للموت. اوف اسم الله. بس الحمد اي بالله انت بس الحمد لله. لا 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 سلامات سلامات سلامات. شو خير ايش صاير وياك؟ والله يا ستي وقت صعد يعني وصلت للجلطه مثل ما لا 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 سلامات سلامات. الف لا باس عليك حبيبتي. الف لا باس عليك. عيني يوسف الطيبه الغاليه والله مو قدامك. ما يهونون الحبايب والبنات اللي ويانا لا يزعلون ترى راح يحسدونا. لا يعني كلكم احبكم نفس المعزه. بس بيوسف بيش طعم هيك اكو فد هيك فد شيء تحطين الصباحي ويانا من تكونين موجوده. والله من هاي من اخلاقك. اي بعد قلبي انت طيبه قلبك حبيبتي حبيبتي غاليه. يوسف قليبي انت اي سولفيني يوسف ايش صار ما صار شكو ماكو باري الاسواق. اذا شوف هاي السنه اللي شيء يصير يلا يلا قلبي يلا عيوني عليك. تسلم عيونك. 20/9 20/9 اللي هو راح يكون من هو؟ صلاح زوجي. فلاح راح يكون طبعا صلاح. اي صلاح صاد. اوكي صلاح راح يكون 20 قلتي لي؟ اي 20 مولود العذراء هو. تمام هو عطارد الطالع بالنسبة له والطبع هو ترابي. تمام تمام تمام. وبالنسبة أنت أم يوسف؟ أنا 6/9 اسمك؟ لا 6/5 6/5 أي اسمك شنو أم يوسف؟ أزهار. أزهار أزهار. شوف ابني هم يقول انا اقول الخاله. اي بعد قلبي انت فداوي فداوي. مولوده الثور انت ام يوسف. تمام. وراح يكون طبعا طالعك هو الزهره وطبعك هو راح يكون طبعا ترابي. تمام. اثنينكم ترابي ترابي على ترابي. اوكي. تمام يلا يوسف شنو حابه تعرفين ويانا يعني اليوم؟ والله على مود الصحه يعني على مود صحتنا من ناحيه الصحه اكثر شيء. شوفي احنا بالنسبه للصحه انا اول شيء نحكي عن من عن العذراء لو نحكي عن منو احكي عن العذراء نحكي عن العذراء. اها شوفي يعني بعض التوقعات اللي كانت معايا موجوده. خلينا نبدي من الثور بالله طالما صار معايا قريب عليه. شوفي يعني مولود الثور هذه السنه راح يكون طبعا صفحه من حياه صفحه جديده
آفاق جديدة كلش مختلفة. مسألة الجرأة طبعا والشجاعة واستنباط طريق مغاير راح يكون شوية. هو مولود الثور وإن كان جدا لطيف كلش طيب، تاخذ الثوب اللي عليه مولود الثور، يعني بحيث انه اذا انا اجي عندك خطار يمكن اخذ تشرشف مال الشرباية ما تقولي لي لا. هذا صفات والله مولود صح. الثور، شوفي والله. هو هذا الموضوع. ومن يجي الخطار ابدا ما يعرف يعبس ببوجه، يعني يطير بي طير انه ها خاف اني شويه اتعكر او كذا ويتابعون علي ويلاحظوني، يخلي دائما اظل اني الى اخر الخط مبتسم وفرحان حتى لو على حساب نفس المولود. والله صح. تشوفين والله صح. والله صح. طبعا يطل على مرحله جديده انه تغير، صح. يمكن طبعا اذا مواليد الرجل او المراه تغير موضوع عمله او ربما تغيير محل، بس في منطقه الخريف راح يكون عنده ربما شوية أكو مداخلات تشوش على هذا المولود في فصل الخريف، لكن سرعان ما تنتهي هذه وتروح إلى مواجهات جديدة. أهداف كلش حلوة للعيش، عنده أهداف خالها. طبعا أكو منعطف لأنه جوبيتر ينتقل إلى برج الحوت، يميز شيء استثنائي في شهر يوليو. أكو فت فرصة كلش مهمة لمولود الثور، ينتقل إلى ارتباط أو عمل جديد أو ربما هناك عائدات مادية كان منتظرها. طبعا شهر سبتمبر أكو جهود جدا حلوة للمواضيع المادية، أما مسألة الصحة، الصحة كلش ينتبه إلى أمور ربما تتراكم عند أم يوسف، يعني مسألة الأزمة النفسية أو اللي مرت عندك ربما تتكرر ولكن تتكرر بوتيرة أقل. كلش مهم تنتبهين الى هذا الموضوع. بس اكو 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 شيء، اكو نقله مرتبطه بين مولود العذراء والثور، يعني بينك وبين الزوج متفقين على قرار او هناك قرار محدد انتم متفقين عليه هسه بالجديد؟ اي والله صحيح، عندنا يعني نقله اريد نشيل، فعندنا شويه تردد هذا الشيء. اي نحب نشيل المحافظ. خب انا ما ادري يوسف هذا الموضوع صح لا ولا لا؟ مو؟ لا لا اكيد. اي يعني ليش يعني انت الله يستر عليك. فدوى لوجهك حبيبه قلبي الغاليه. بس باعي ام يوسف، هذه النقله اللي انتم بدكم تحاولون تدانشون عليها او تحاولون انه بعد شويه. يا ام يوسف، ام يوسف عاود الاتصال وياي يا ام يوسف. بس هي النقله اوكي تمام، بس حتى اكملك ايش هي موضوع النقله. ربما من جراء شيء انتم متخوفين منه او حاضرين من عنده، بعدك متابعه وياي على الخط. ما يسوي شيء هذا الموضوع، اللي انت متوجسه من عنده واللي انت متوجس من عنده ينتظر سريعا ان شاء الله يخلص بعد شهر منتصف الثالث من الشهر اذا كنتي مو ناويه تنتقلين. ومساله الصحه العافية لك، لسه في لا سمح الله موجة خفيفة تنتبهين من عندها من جراء موقف أو من جراء شيء قد يثيرك أو يدفعك إلى فقد أعصابك أو السيطرة على أعصابك أو شيء، لكن هذا الموضوع جدا مهم أنه تنتبهين عليه وما تطلعين من طورك أو تطلعين من اللي أنت بيه، لأنه يسبب لك وعكة صحية لا سمح الله على قدر نوع الانفعال اللي أنت راح تكونين بيه. أتمنى تعودين الاتصال بي مرة ثانية يا أم يوسف. نكمل أوكي تمام. اتصال هاتفي آخر. ألو الو صباح الخير ست ميس. يما صباح العافيه، مية هلا. شلون ست ميس؟ يا قلبي انت من وياي؟ ايمان، ايمان من النساء. امونه يا مرحبا. شلونك امونه؟ وين؟ ان شاء الله والله انت وايد ست ميس. فدوى يا حبيبي انت مو تشوفيني على الجو؟ والله اشوفك. اي بس وين مدى تحصلين؟ ها اي هنا المشكله، مدى تحصلين؟ لانه امونه والله لود واتصالات كثيره وحبايبنا هوايه وانتي من عندهم، بعد شو نسوي؟ ها هي الله كريم ان شاء الله. بس اليوم بركه انه احنا حصلناك. اي والله نعمه من الله. مو صحيح اليوم صدق نعمه من الله. اي والله حبيبتي حبيبتي امونه. اي امونه سولفي لي. اي انا شغله محيرتني. لا ان شاء الله الله ماشي. الله ما يحير عبده. يلا سولفي لي. اي ست ميت. اي وصل على صحتي. يلا انطيني سريعا. ايمان مواليدي؟ اي 24 سنة. 24/7 تمام. بنت الاسد. الاسد اوكي. اي الاسد الشمس والطبع ناري. أسد. تمام امونا احنا ماخذين صفاتك تمام. اي ما اخذت. وساعة الولادة شنو قلنا؟ بالخمسة عصر. خمسة عصرا. يلا امونا خلنا نسولف حبايبي. أمونة يعني أنت محتارة. أي. محتارة
وقلقانة، تريدين وما تريدين. صحيح. هو يسوى، شوفي حكي بيني وبينك شوي يسوى. والله؟ والله يسوى، زين؟ يعني ما شاء الله، ما شاء الله يبو على العيون، يبو يبو، أي مو أنا أقول الفلك ها. شنو أنت؟ شنو أنت؟ لا لا سباعية، المرأة مو أنا سباعية أنت. زين؟ اسمعيني. نعم. اسمعيني. يعني الاختيار صعب حقك. حقك انه انت الاختيار صعب، بس اذا كنتي ان شاء الله ناويه والقضيه اوكي وتمام راح تكون بعد منتصف الثاني، شهر الثاني. منتصف الثاني؟ الثاني. تذكرين ذيك المره من اتصلتي علي شنو كان؟ كان نفس الموضوع ترى. يعني انه اكو طوالع عليك والطوالع راح تبدا على السنه القادمه وهالشكل امور، زين؟ صحيح صحيح. فالامور ان شاء الله ايجابيه وجدا حلوه، بس هذا المولود بيده شيء، بيده شيء، شيء جدا ثمين، كان يكون جوهر أخلاقه، كان يكون شيء وارثه، كان يكون صنعة حلوة بإيده، لكن هذا الشخص يمسك شيء حلو. نعم. قد يكون يمسك السعادة إلك، لكن ماسك شيء هو، شيء مفيد. نعم. شيء جدا مفيد. نعم. وبيت الأفراح والمسرات معه كلش حلوة، بيت الأفراح معه أنتي بتطالع جدا ايجابي وياه، لكن من منتصف شهر الثاني تبدا الامور ايجابيه وياك وان شاء الله يا ربي تمام، لكن تنتبهين نعم. بعض فراقيع احنا نسميها فراقيع هيك بسيطه تروح بعدين نعم. الحالة تمام؟ زين ربما تاخير او نعم. ايه حطيت مواليد وشوفين اكلي عن جوات لو لا. يلا جيب مواليده. 15/4 هو. 15/4؟ اي 15/4. 15 أربعة راح يكون مولود طبعا الحمل. والمريخ طال يعني طالع وطبع ايضا ناري، اثنينكم ناري، راح نصير انفلاق بعدين. اسمع الصوت. شنو اسمه؟ علي. علي علي. اوكي علي. يلا عن شو تحبين تعرفين عن علي؟ يعني هو يصير اكو زواج فينا لولا. يصير شنو؟ اكو زواج فينا لولا. اوكي علي يساوي اها باي يعني علي حاصر امه بالزاويه، لو تروحين لو ترى يلعب فلان شيء خاف تقولين تشوفين شو صحيح تمام صحيح. واكو شخص طويل او كان يكون بمنتصف العائله يعني كلش بجانبه صحيح تمام، والامور صحيح. ايجابيه بس اكو شويه حبشكلات كان تكون امور حول قسمه ثانيه له او نصيب ثاني او هم مختارين شيء من هالقبيل او صحيح. اكو متعلقات. كلامي صحيح؟ صحيح 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 تمام؟ والله اي بس ان شاء الله بحيل الله يا رب وتعزمينا على الزفاف ها؟ دير بالك امونه دير بالك يصير اكو شيء واني ماكو ترى ما اقبل. يا اكيد انت اول عازمين حبيبه قلبي الغاليه، ان شاء الله يا ربي الافراح السعيده، بس ابقي على هذا الموضوع نسمع اخبار طيبه ان شاء الله وعقد قران جدا قريب. اشوفك لابسه مو انا اشوف الفلك يقول هذه السنه ثوب زفاف، ثوب من شيء جميل، محل او مكان او شيء، وتنصابين بالعين يا ايمان تنتبهين. نعم تمام 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 حبايب قلبي امونه انت. زين سكنت السؤال الاخير. يلا جواب عيوني لك. صحت شويه عاد انا رقبت يعني ترجعني قبل صارت في حاله ترجعني لو لا. رقبتك باي. اي. يعني بس سؤال اكو كانه باي هاي رقبتك ضربه. صحيح. رقبتك ضربه. تنتبهين أي. فقط تنتبهين فقط الى أي. الى الى, إلى يوم او شهر او شيء من السنه عاده يمر عندك تتراجع عندك منطقه يعني منطقه الرقبه هاي او تصير وياك بس تنتهي سريعا تنتهي سريعا دائما تنتبهين انه ما تدنقين هواي يعني انت وقاعده لازم تكونين هالشكل. يا اسفنس بس خليني شلون؟ صوتك راح ايمان يقول ستنيس يقولون ضربك هوا يعني اوكي يقولون لي انت بيت جن هيك من قوسين لا لا ايش لا ايش وقت اخر مره صارت بيك قبل شهر؟
لا صار لي تقريبا سنة جسمي مرتين، هسه صار سنة ما جاي جسمي. وعي مرة بيش قبل شهر بس خفيفة وانتي مو حاسة. لا صحيح حسيت انا بيها بس ما قلت. كانت خفيفة جدا تطلعين؟ صحيح. اوكي. ايه. تعودين الاتصال بيه مرة ثانية وتذكريني. اللي طالع وياك مو ذاك الكلام اللي حكوا عنه. ماشي. وإذا قالوا لك هوا فالهوا مو هواهم، الهوا هوانا، شوفي هاي أغنية راح نلحنها على الجو. هذا مو الهوا اللي هم يعنون بيه، لا حبيبتي هذا طبع. طبع من محل مشاكل وياك وصاير. ما حكيت لكم بنات، قلت لكم هو هاي النوازل اللي تصير تضرب الركبه، تضرب الامعاء، الكبد، العين، الصدر، القلب. وللعلم ترى انا هسه اللي قدامكم بشكل شخصي هسه عندي بالقلب هذا الموضوع، اكون صريحه يعني من جراء اشياء يعني علاجات وكذا فاجتني من ناس ودا احاول انه اخلص من عندها. فهو اللي ما يتحصن من هاي الامور للعلم ترى والله يصير بي يعني فعلا انه صار بالركبه وغير امور. حبوبه عاود الاتصال بي ان شاء الله بعد 3-4 ايام الى نهايه الاسبوع يكون افضل. امونه راح افهمك شنو تسوين وتنتهي من عندك هاي نهائيا بحيل الله يا ربي. ان شاء الله. وتندعي لنا امونه حبيبه الغاليه ان شاء الله المسرات، ان شاء الله المسرات يا ربي، نسمع اخبارك الطيبه. نعم. اتصل هاتفي اخر. الو 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 مرحبا الو مرحبا صباح الخير. الو 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 ست ميس انا وياك ايناس وانقطع الاتصال. النوسه وينك حبيبي؟ انقطع الاتصال. اي ايناس يلا رجعنا رجعنا. 11-10 قلت لي مولودتك الميزان. مولودتك الميزان انت، والطالع هو الزهره والطبع هو هوائي. ماشي. اي ناس ساعة الولادة ساعة 11 الصبح. ده اويلي عليك اقول ايش بيك لعد مغثوثة. اويلي عليك. يلا اي ناس يلا حبايب. اي ناس انت متابعتنا، انت اول مرة تتصلين تمام؟ انا اول مرة اتصل بيك. يلا ان شاء الله يا ربي ما تكون الاخيرة. امونة اذا انت متابعتنا، اذا انت متابعتنا احنا دائما نحكي لثلاث وجوه. بالضبط عندك. اوكي. اوكي؟ ايش قد العمر؟ اوكي. النوسه. العمر. والدة 88. انتي 88. قدي امونه. ايناس انا عشان نفس العمر. ماشي. يلا يلا ايناس. ايناس. بالنسبة للمواصفات انتي تحت المتوسط من الطول بشوية. صحيح. اوكي؟ صح. حنطية. لا بيضة كلش. اذا هذا الوجه الثاني اللي احنا حكينا قلنا على ثلاث صفات. باي. يعني سحبت وجه حلو، وجه كان به شي استداره او شيء. صحيح. تمام. واكو شامه على الخد. اي صحيح عندي كلها كبيره. تمام. تمام. ادري انا بوجهك اعرف؟ لا والله ما تعرفين. اكو شيء اكو شيء على اصابعك كانه طالع منهم دم او اكو لحم. ده يطلع يأذيك. صح اكو صبع الوسط. كلامي صح؟ صح كلش صح. من ايش قد؟ 100 100. عاشت ايديك. يلا تعي خلينا نسولف حبوبه. يلا وياك حبوبه. باي حبوبه كلش مغثوثه، مو لان انت قلتي لي مغثوثه. باي. لا والله كلش. باي، اولا هو جرح مثل النهر بداخلك، قاسمش نصين. صحيح. قاسمش نصين من واحد حيل عزيز وحيل خذلك وما كنتي متوقعه انه راح يصير هذا الموضوع من عنده. يعني انت مامله. اي مو احنا نحكي ستيب باي ستيب يعني شويه شويه عن اللي صار في حياتك النكبات اللي انت بيها. صحيح. ولكن هذا الشخص ترك عندك مو بس اثر، انما ترك عندك حمل. اي صحيح ولحد الان موجود الحمل. وهذا الحمل على ظهرك متعبك، لا بيش تقعدين وترتاحين، واذا قعدتي بعد خلص ما تقومين، واذا ظلتي شايله هذا الحمل واقفه متعبك حيل، والله يكون بعونك. ايه. تمام؟ تمام. اسمعيني. ايه. يعني المحيط من الابراج او من النوازل اللي كانت مشاكله لمولود مولودك تركت. لا من صديق ولا من اب ولا من اخ ولا هذول كلهم كانه الفلك متفق عليك. صحيح والله. ما تعرفين شنو ذنبك او شنو المشكله اللي انت مسويتها. صحيح.
اي والله صحيح تلاحظين، ولكن صحيح ولكن أيه. الله سبحانه وتعالى هاي السنه أيه. الى نهايتها تبدي عندك من منتصف شهر السادس اكو يعني امور زين علي ستميز. اسمعيني اكو امور تعرفين مولوده الميزان هذه السنه شنو النجاحات أيه. والافراح والنقلات المهمه اللي راح تكون في حياتها لكل المولودين لكل المولودين ولكن مع أيه. هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا اني كلش حبيت اساعدك يا ايناس حبيبتي. كلش مظلومه انت يعني مع المظلومين طبعا وهو برنامجنا حبيبتي. للناس المحتاجه وللمظلومين اولا يعني شلون برنامجنا للناس المحتاجه وللمظلومين يعني اصلا والله نعم من عندك انا لو ما شفتك ويا المشاهدين والسائدين فلا اتصل والله العظيم حبيبه قلبي الغاليه انوسه كلش موجوعه واني اواسيك اني اواسيك ودائما موجوده معك تحاولين انت تتصلين بينا على طول بلكت انه نقدر انه نساعدك في شيء محدد بس عامه اكو نقله من منزل الى منزل كان يكون زواج كان يكون انتقال كان يكون توفيق ولكن في اكو شيء الله سبحانه وتعالى يعاود عليك من جديد لانه الصبر مفتاح الفرج وطالما الله سبحانه وتعالى صبرتي كثير فالله ان شاء الله ما راح يخذل عبده اطلاقا وراح ان شاء الله يدخل النور الى الكهوف الظلمه اللي انت كنتي عايشه بها وتشعرين انه انت مظلومه ومغبونه كثير وصبرتي على الاذى والاذى الصبر على الاذى هو جهاد اسمعيني انوسه ايه. راح اساعدك ببعض التفاصيل اللي تكون اوفاق وحروف وارقام انه ايه. تنقل حياتك او تساعد انه خلينا نحاول انه نثقب هذا الكهف الاظلم من داير مدايرك وندخل على شكل نور من خلال كلمات الله سبحانه وتعالى واشياء ممكن انه تنفعك وممكن انه ان شاء الله يا ربي تحاول انه تكون افضل انه يعني ترفع من شانك ان شاء الله، شو وقت تتصلين بي؟ اولا راح نغير لك شيء للارزاق، بعدين الى تغيير الحال والتوفيق وهذا افضل الامور، لكن اذا تحبين تقولي لي شنو الشيء اللي محتاجته اكثر حتى انا ممكن انه ارتبه مع علم الحروف ولو ارقام معينه. انا اكثر شيء اللي محتاجته يعني شقعت يا اهلي صعبه، اريد اطلع من اهلي، شوي مو شيء، كلش مو شيء، يعني ناس تحكي علي وما تجي. شنو عيدي عيدي ايناس؟ صوتك ما كان واضح. يعني تسهيل الامر ماكو بالدنيا عندي نهائيا، اي شيء اروح ما يسهل. تمام، شنو محتاجته بالضبط اللي يريحك تشوفيه حتى نشتغل عليه؟ اي. شنو اللي تريدينه تحديدا؟ تحديدا اسوي يعني للقسم وللتوفيق، يعني الامر شو اسوي بالحياه. تمام القسم قسمه يعني النصيب حبيبي. راح يكون وايضا لتغيير الحال وقت اتصل بيك شو وقت ما حاولتي تتصلين بينا على الاسبوع القادم راح يكون جاهز معايا هنا أنا. وان شاء الله يا ربي افهمك ايش الاشياء ممكن انه تتبعيها حتى تبدي الله سبحانه وتعالى يبدي ارزاق معك كبيره حبيبتي تسلمي لي قلبي الغاليه يلا توكلي على الله كثيرة. ودائما تلتزمين بالتسبيح مع الله سبحانه وتعالى الله يحب التسبيح المظلومين او اللي محتاجه صدقيني ما اخر عليك الا لانه يحب دعائك وصدقيني وانا متاكده ويمكن تابعتي كل برامجنا كل الناس اللي نصحناهم بالنتيجه استفادوا فهذا الصبر هو صبرك لو ما صدقيني ما اتصل والله يا قلبي انت الغاليه عيوني انك تامرين يا قلبي انت يا حياه الله يا حياه الله ومية هلا مرحبا نعم. إذا اتصال هاتفي آخر أيضا. ألو. ألو. ألو صباح الخير. صباحا. ألو ألو. ألو صباح الخير. صباح العافية. شلون تسمعي؟ يا قلبي غلاتي؟ كل عام وانتي بألف بخير. يمه وانتي بمليار خير، بس منو هذا الصوت الكرواني؟ فزوال قلبك، اني سهى من بغداد. سهاوي، شلونك؟ وينك؟ حبيبتي الله يسلمك، والله الحمد لله. يا دوم يا ربي، وين هالغيبة هاي؟ موجودة يوميا تابعت. ها حبيبتي قلبي انتي، غلاتي، سهاوي. شلون هالسنة الجديدة؟ تابعتي توقعاتنا؟ ايش رايك بالتوقعات؟ طبعا اكيد تابعت توقعاتك واكثر شيء اللي كنت مركزة عليه انه هذه السنة سنة خير على برج العذراء والميزان. ايش؟ والله صحيح انت، صدق طلعتي مركزة ويانا. يعني.
كلش ماشي. بس تدرين خلي اقول لك قضيه، اذا يعني شويه الاهل بالبيت يقاطعوني ورا ما تخلص على التلفزيون وباعها باليوتيوب. والله انت تستاهلين اشاره الصديق. احنا راح نسوي اشارات ونخليها ونعطيها اشاره للاصدقاء، هذول بيهم امتيازات، اللي عنده هيك ولاء ومحبه انه راح يكون من المقربين جدا معانا، فنسميه صديق، هذا هو الصديق، الامتيازات هذا. حبايب حبايب امور. ست مواليد 24/8/1986. 24/8 8 اي العذراء. اي نعم. طيب العذراء هو عطارد الطالع والطبع ترابي. نعم تراب. اوكي إلك هذا سهى. اي نعم ست. الطالع شنو؟ الطالع عطارد. عطارد اي تمام. والطبع هو ترابي. نعم تمام. سهى شنو تسألينه؟ يعني بصراحة صراحة عندي دعوة بمحكمة صار لها من السنة الفاتت، واريد اعرف اكسبها او لا. اوكي تمام يلا شوفي سهى، قبل كل الامور اللي احنا راح نبدي بيها اكو عدو يتربص بك. نعم صحيح. يعني اكو عدو دا ينتظر زله منك. صح. اكو عدو ربما سياره، ربما واقفه في بابك، في صفك، في شخص يراقبك من بعيد، في اكيد يعني لا تخفلين. اوكي نعم لا تغفلين، لا تغفلين. لا ابدا. اوكي؟ نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى لهاي المواليد اللي صبرت كثير وعانت، فات معاها هوايه، عاشت لحظات بارده من الترقب، من الحذر. اوكي؟ صح. صح. تنتهي القضيه، شوفي. نعم. يعني كانه هاي القضيه يعني هي ما تخصك، ولكن تعلقت هالشكل، هالشكل هي صارت. هي القضية عذرا للمقاطعة، هي يعني تخصني أنا، يعني هي رافعتها بس طولت كلش هواية إجراءاتي. فعلا فعلا أنا أقول لك إن يعني تخصك شلون، يعني مو ضدك، لا أقصد إنه هي مو ضدك. ليش أنا أقول؟ صحيح هي مو ضدي. أي فأنا نعم. شوي خان التعبير أو التقارب. نعم. لكن نعم لكن الله سبحانه وتعالى راح يكون اكو انصاف بالقضيه. نعم. يعني تقريبا نصف القرار يكون معك، النصف فقط. نعم. نصف القرار، لانه نعم. اكو كلمه او اكو ورقه او اكو شهود او اكو اشخاص او يعني نعم. بالضد من هذا الموضوع، فلذلك ربما تكون القضيه القطعيه بالنصف معك. اكيد بالتاكيد. تمام كلامي؟ صحيح. أيوة. صحيح. ولكن طبعا. فقط تنتبهين إلى قضية عدو يتربص بك أو صح. ينظرك من بعيد أو يسترق أخبار أو كلام أو يوظف ناس يتقصون أو يسمعون عنك. أكيد هذه أكيد يعني. خب أنا ما أعرف. قبل رأس السنة كانت يعني عندي مرافعة خابرتك، قلت لي احذري الحذر 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 واجد. وفعلا كنت يعني كل حذرة، ولما انتبهت كانت سيارة من بعد وراي. فكنت بعد كلامك مضبوط. يعني كلامي كان مضبوط؟ اي يعني تمام. فعلا كان اكو شخص متربص لي وراي. وما زال هذا الشخص متربص لك. وما زال اي. زين؟ لكن ان شاء الله يا ربي شوفي. نعم. على شهر الثامن هذه القضية تماما تنتهي. نعم. على شهر الثامن. نعم. هاي القضية تنتهي تماما. هذا هذا الثامن الثامن مطولة. الثامن الثامن نعم انتبهي يا سهاوي سهى. نعم. هذا الشخص من مواليد برج الثور؟ لا. قد تكون القضية متعلقة او ربما شخص تداخل بها من مواليد برج الثور اكثر، يعني لا تبدي هالشكل. نعم. الامور معك، او ربما النوازل. نعم. اللي حدت من برج الثور تدفع لي شيء من هالقبيل هذا. عامة ان شاء الله يا رب الامور ايجابية، بس انا بس حبيت اقول لك انه تنتبهين هناك تربص. نعم. شخص ينظرك بعيون من بعيد او تنتبهين لهذه الحالة. ست هذا الشخص مواليد 25/3. ايش قد؟ 25/3. 25/3 مولود الحمل. مريخ الطالع وطبع ناري. اوكي. اسمعيني.
بعد ما تنتهي هذه القضية للعلم، ربما هنالك صلح، أو ربما هنالك، مو أنت اللي تقولين، هم يفكرون بصلح، لأنه ربما راح تكشفين شيء ويشعرون أنت حسيتي بهم، فيقررون أن يبدون معاك مصالحة على اعتبار أن الأمور استوت حتى ننتهي من هذه القضية أو ما نبقى محل شك. تمام؟ ولكن ولكن بيج ما بيج تبقين انه انت فاتحه عينك عليهم، او ربما تحاولين انه تبتعدين من هذه الدائره كلها. كلش اني مستعده ست، يعني مجرد بس اريد حقي بالقانون وخلص يعني. تمام بالضبط. هو اللي ظالين متربصين الي يعني. اها. ما اعرف ليش. تنتبهين لهي الحاله ان شاء الله يا ربي هي منتهيه. الله سبحانه وتعالى يعطي العفو ويعطي ان شاء الله يا ربي السلامه. ان شاء الله. اصلاح الحال يا ربي، والامور ايجابيه، فقط تنتبهين بس لهي القضايا. نعم ان شاء الله، الله يشرفك بالخير. يا حبيبتي يا قلبي، انت سهاوي الغاليه. سلامي ستي وسلامي سلامي راعي فاطمه. اه ترى هي تدرين شلون شوكت اول البارحه نعم. كلش سلمت عليك، قالت صديقتي ايش، قلت لها والله تذكرتها بس ما حضرني اسمك، اني ام سوري يعني ما اقصد، قلت لها والله اكو بنيه سلمت عليك الظاهر كانت مواكبه وياك او كانت ايه، فقالت كلش سلمي على رائده، قلت لها اي اوكي تمام، فما حضرني ما حضرني اسمك، قلت لها اكو بنيه صحيح سلمت عليك على الجو مباشره، طلعت انت سهى. سهى اي نعم. حبايب حبايب قلبي عيوني، سهى بردا وسلاما عليك يا ربي، ان شاء الله ما تشوفين يا ربي بس الخير، والله يبعد عنك الشر واولاد الحرام. ان شاء الله بوجهك كل الخير. امين يا ربي حبيبه قلبي الغاليه، يا حياه الله، مرحبا مرحبا، حافظك الله. نعم اتصل هاتفي اخر. الو 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 صباح الخير. صباح النور. صباح العافيه. صباح العافيه عليكم يا قلبي. انت من هي النايمه العصفوره؟ مريم. مريم صح صحينا، هاي شنو؟ لا انا مشغوله. اوفي عاده. فيتامين 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 سي اقراص ودفي لك شي برتقال واشربي على مود الصدر حتى الصحصحة. هاي انا ترى قبل يومين صوتي راح، فخبروني صديقاتي على التليفون يا بشكو هم عبالهم نايمه، قلت لهم لا كنت اغني البارحه هوايه فصوتي يعني راح، فانت يمكن كنت البارحه تغنين. حبيبه قلبي الغاليه قليباتي. اي يا الله احكي. الو اي الو وياك حبيبتي. اي قلبي بس انا اشوف ابراج هاي السنه. اي برجي اللي مواليد 5/5/2000. 2000 انت شهر الخامس 5 بي مولودة الثور. بس الاسم بالضبط شنو؟ مريم. مريم مريم الطالع يا مريم هو الزهرة بالطبع ترابي ترابي. اي مريم انت طالعتي التوقعات مال الابراج مالتنا هاي السنة؟ لا ما شفتها. لا حرامات عمرك خساره، ليش هيك؟ روحي على صفحه زاجروس وشوفي باع الثور. تمام اروح. شوفي شنو حكينا على الثور، شوفي شو قلنا على شحلات الثور هاي السنه، شوفي شو حكينا على الثور، ايش عنده من حبايب، ودع اشياء حي. كلش ما حلوه، واكو ناس حيل حاقدين وياه. غيره غيره مو حسد عيشه. صحيح. زين صحيح. ويمه ميتين منه، يمه مقسبين من عنده. صحيح. زين؟ و اكو شيء كان يكون بشاره، كان يكون فرحه، كان يكون شيء، هو هذا المولود ناطرها. صحيح. تمام؟ ايه. زين مريومه راح من عندك شيء؟ اي راح. مو؟ اي راح. شو نقول له؟ الله وياك؟ واصلا لا. حلو التغيير. لا مو هيك. المهم هو بتطالع من عندك يطلع اكو شيء راح. زين؟ اي امي. حبيبتي بقاء في حياتك، يعني انا سوري حاولت انه الطف الاجواء، بقي في حياتك ان شاء الله يا ربي اخر الاحزان. لذلك هو المولود يطلع معاه شوي، يعني حاولت الطف الاجواء لانه دا احس يعني اكو شيء انه، لكن يعني بقدر اللي راح مع من عندك راح يا ربي الله يكتب لك على قدر الصبر، ويكتب لك اشياء جدا راح تكون اطمن وتصمد وتلم الجرح وتلم الشيء الفقد اللي انت تتركينه،
امور ايجابيه ان شاء الله يا ربي راح تشهد مولود الثور على عكس المر والصبر اللي كان مع هذا المولود، رغم ابتسامته الكبيره العريضه، رغم انه يبرز للناس انه دائما مبتسم ويضحك وينكت، لكن في داخله امور غيم احيانا تمطر. فهو هاي صفاته، هو هذا صفاته، صفات جدا ايجابيه، صفات معطاء، صفات تكون احنا مو نسميها كرم، هذا هو كرم اخلاقه. فلذلك ما يريد يحس الاخرين انه جدا تعبان او انه يشفق عليه، لا هو ما يريد يكون في هذا المحل. الو مريم. ايوه حبيبتي. شو مريم بعد شو بتسالينا؟ بس رجعت اعرف، انت قلتي كنت برج فرحه قريبه، فرجعت اعرف شنو المتعلق بيها يعني. شوفي اي شنو تاثير يعني، تاثيرها ايجابي او راح اتندم او راح يعني شوفي. بعد اولا القرارات اللي تضيع هواي فرص من عندك، التراجع. انت من المواليد اللي مو خايفه ولكن حذره في الاختيار. صحيح. تمام. ف تشعرين انه مو هذا الشخص او مو هذه الحاله او مو هي هذا الصح اللي انت تريدينه، وتحسين انه لا انا افضل من هذا يستاهلني، لا انا ما حد ما يستاهلني، لا يجوز هذا مو صحيح. فهاي كثره التخيلات او كثره المناقشه بالمواضيع، احيانا تمر الفرصه من قدامك وتشعرين حتى وين تروح هي كانت زينه، بس بعدين تقولي لا 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 ما ندمان عليها، اللي منتظرني افضل واحسن. هذا مساله التريث فيها. اي مساله التريث في هذه الاشياء هي او الهدوء او الركازه اللي انت بيها هي شويه احيانا تضيع عليك الفرص، لكن ما في ندم في هذه الحاله ابدا، اي ندم ما في. رغم انه انت مو مقتنعه اقتناع تام، لكن هذه المره لازم تقتنعين لانه الوقت يمر يا مريومه. تمام؟ ان شاء الله. وانه لازم تصنعين لازم تصنعين شيء يذكر لحق نفسك، ليش تستاهلين الاحسن والافضل. ان شاء الله. حبيبتي مريومه، مريومه لازم تشربين شيء دافي حتى يطلع صوتك. بعدك تسمعيني مريم؟ نعم. مسكينه مريم. والله وجعت قلبي، كسرت خاطري مريومه. تمام. شو؟ الو. اتصال هاتفي اخر؟ الو. الو صباح الخير ست نايس. صباح العافيه يا مرحبا. الله يخليك. حسين سالم من دقار. يا اهلا وسهلا بك اخ حسين، شلونك؟ اخ حسين انا حاضر عليك يوم 24/10. ايش وقت؟ يوم 24/10. يعني صار ايش قد؟ تقريبا 3 اشهر. اي قلت لي خبرني ولا 3 ايام اربع. واليوم احنا سعيدين حسين بسمع صوتك. الله يخليك الله يهديك. يخليك يا طيب. خابت يعني مود الرزق والعافيه. اي. قلت لي 3 ايام وخابرني. زين. تسمعني؟ اي اسمع ست. حسين بما انه الفتره شويه طويله معانا وهنا انا راح احتاج وقت حتى اسوي سيرش واطلع لك الاسم. ايه يبتدي ست ايراد اكثر علاجات. اي عمل في المحل، فتح الحال، تاثير الامور البدن والنفس والروح. اذكر لي اياهم سريعا. ماشي. عن شنو كنت رايد عزيزي؟ ايه عن شنو حسوني؟ كنت على مود الرزق قلت لك، وثلاث اشخاص. اي اكو شخص قصير قلت لي. اي شعره خفيف دائما يروح ويجي عليه قلت لي. طيب وبعد؟ قلت لي هذول الاشخاص اكو واحد معتهم قصير. نعم. شعره خفيف يروح ويجي عليك. اي. قلت له هو هذا المثل عليك على رجل. تمام. عرفته؟ قلت له انا عرفته. اي. قلت من وصفت لي عرفته. هم هذول الاشخاص انا عرفتهم. اها. زين هم اسجوا كلش يمي. زين. اويلي عليك. اي والله كلش اجوا يم انا عند المكتب بالحلوه. اويلي عليك، اويلي عليك، اويلي. حلوه جديده وجو كلش يمي. اسمعني حسين، اسمعني حسين. خليني اقول لك حكايه. انت شنو تاريخ ميلادك بسرعه؟ احنا الدقائق الاخيره من عمر الفقره. 16/6. مولود الجوزاء. انت. مولود الجوزاء. اسمعني يا حسوني.
تاخذ مني حشايه. اذا انت متابع برنامجنا او متابع فقرتي يوميا متابع. ماكو كلمه واحده من عندي كانت مو صحيحه انطيتها صح؟ كلها صحيحه. تمام؟ تمام كلها تمام. تنتبه الى شيء لا سمح الله كان يكون حريق في محلك او قريب على محلك او في شارع انت تمر عليه او شيء في هذه المنطقه، جدا تحذر لهذا الموضوع. او ربما خليني اذكرك، خليني اذكرك اكو شيء يحترق، تنتبه يا حسين لهذه الحاله. ان شاء الله يا رب بردا وسلاما وما في شيء، بس هي التوقعات تخبرك بهذا الشيء. عامه احنا في الدقائق الاخيره من عمر الفقره صراحه، وانت اتصلت مع الاسف اتصلت بوقت جدا ضيق. حاول تتصل وتعاود الاتصال بينا ان شاء الله على القادم. راح يكون معك حزام للرزق، حزام لكف الشر، حزام هو كله راح يكون جامع المقاصد والفوائد في هذا الموضوع اللي راح يكون ان شاء الله مع حزام الله سبحانه وتعالى وارقامه والاسماء اللي راح تحميك وتبعد عنك كيد الحساد وحسدهم هاي الامور. ما عندك شيء، فقط انه النفس والعين اللي هم جدا عاملين معك هذا الموضوع ومؤخرين الحاله. تعاود بينا الاتصال يا عزيزي. العلاجات ما كاملات؟ هم مو ما كاملات موجودين. اني تدري انت صار من شهر العاشر يعني شيء مو قليل، فانتبه انت شو وقت انا راح ممكن انطيك اياهم. تتوكل على الله، قول يا الله اليوم انت اليوم مرزوق سمعت صوتنا او سمعنا صوتك. بلكت على الايام اليومين الثلاثه اللي جايات هياتهم موجودين وياي، بس انا مضطره راح يعني انهي الفقره صراحه. انت اتصلت كلش متاخر وياي. ماشي ماشي، ستة اتصل يوم السبت بحيل الله. شو وقت ما تريد يعني، هو السبت يجوز ما تحصل، اثنين ثلاثه اربعة خميس نحن موجودين ان شاء الله يا رب. فهمك الخطوات اللي لازم تسويها كلش مهمه. شكرا جزيلا لك يعني حسين. يعني حسين من شهر العاشر يقول انا متصل، وهسه شهر العاشر واحنا فقره يمكن عمر الاخير الدقائق من عمر البرنامج او الفقره الصباحيه. مضطره اني يعني اقول لكم مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم وياي. راح نعود مره ثانيه الى زملائي بالاستوديو حتى يكملون باقي فقراتهم الصباحيه. إلتش يا زهره. شكرا إلتش يا ميس، واكيد مشاهدينا راح نكون مستمرين وياكم بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم. وبما انه وصلنا بالساعه الاخيره من عمر البرنامج، لابد انه نهتم بعالم الاثاث واختيار العديد من طريقه ترتيب الاثاث وحتى طبيعه الاماكن، خاصة بالنسبة للمكاتب. عادة ما يحتار بعض الأشخاص الذين يعملون في المكاتب على اختيار طبيعة الأثاث وحتى طريقة تنسيقه، يجمع ما بين الألوان وما بين الديكورات وحجم المكان. بعض المكتبات أو بعض المكاتب راح تكون صغيرة جدا، فبالتالي نحتاج إلى ديكورات جدا معينة ونحتاج إلى أثاث متناسق وجميل، بالتالي حتى ينطي انطباع راقي جدا، وبنفس الوقت يساعد الأشخاص اللي يعملون بهذا المكان على العمل بطريقة جميلة جدا ورائعة. عادة ما ينبهون على أنه إحنا نختار طريقة ترتيب المكان أو طريقة وضع تحديدا حتى المكتب، فبالتالي اليوم أنه هذا الموضوع راح يأثر حتى نفسيا على الأشخاص العاملين. خلينا نروح مع زميلتنا أضواء اللي عدت أن هذا التقرير عن طريقة أو معرفة أثاث المكاتب تحديدا وطريقة اختيارها. تابعتها، راجعين وياكم.